غزة حرروا فلسطين، أوقفوا الحرب. كانت هذه هي شعارات الأبرز في هذه المظاهرة التي انطلقت في باريس وجابت بعض شوارعها لتتوقف هنا، ويتحول هذا المكان بعد قليل لمكان تلقى فيه أو ترسل فيه رسائل التضامن من باريس لغزة، وسيتحول هذا المكان لمنبر ترفع فيه الشعارات، شعارات التضامن مع القطاع. مرة أخرى يسجل الباريسيون والفرنسيون نقطة في سجل الإنسانية والتضامن مع غزة. خرجوا في باريس وعدة مدن رفضا للحرب على القطاع. الفرنسيون الذين يمرون بأزمات متعددة ليس أقلها قانون الهجرة والتقاعد والقدرة الشرائية والبطالة، لم يغفلوا ملف القضية الفلسطينية التي يعتبرونها قضية عادلة، قضية إنسانية لا يجب التنازل عنها. لا زالت غزة تجمع وتنجح في حشد وجمع الفرنسيين على اختلاف مشاربهم، يخرجون باستمرار مؤكدين أن العبرة بالاستمرارية للضغط على الحكومات، الحكومات الفرنسية أو الأوروبية التي يبدو أنها انصاعت وإن بشكل خجول لضغط هذا الشارع. زهر فكاني، قناة الغد، باريس.